اليوم وبمناسبة اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، قامت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجلفة مع الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين وكل الإدارات العمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة، وكذلك الشركاء من بينهم الجامعة، اللي قامت بعرض الحاضنة لمشاريع ابتكارية وبحث علمي لخدمة القطاع الفلاحي عن طريق الحاضنة، من بقيامها بعرض عديد من المشاريع الناجحة والتي تحصلت على الوسم، وكذلك عدة منتجات للفلاحين الولاية اللي تقوم بعندها إمكانيات كبيرة مساحة وإنتاجا وكمية ونوعا.